خلال الشهور اللي فاتت بنتابع بقلوبنا قبل ما بنتابع بمجرد عقولنا أو بأنظارنا ما يحدث في السودان، لأن الشعب السوداني الشقيق هو الرابط اللي ما بيننا وما بينهم كبير جدا، يعني مجرى الدم، يعني مجرى نهر النيل هو الدم بيجري في عروقنا وفي شراييننا ما بيننا وما بين أشقائنا في السودان الشقيق. الحقيقة ما أسعدني وأسعد ناس كتير جدا ما تم إعلانه اليوم، أعلن عنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي اليوم، أن مصر هتستضيف يوم الخميس المقبل 13 يوليو مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء هذا الصراع الحالي والتداعيات السلبية ليه على دول الجوار، وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية هذه الأزمة بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى من أجل تسوية هذه الأزمة. أكد كمان المتحدث على حرص الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. برحب سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. اولا هذه الدعوه الى اي مدى حضرتك بترى بانها بتاتي في التوقيت المناسب؟ هي استمرار للمنهج المصري منذ بدايه الازمه. حضرتك تتذكر انه اول اتصال اجراه فخامه الرئيس السيسي كان مع رئيس جنوب السودان منذ اندلاع الاقتتال في السودان، ثم بعد كده اوفد وزير الخارجيه لجنوب السودان ولتشاد برسائل من سيادته بتحمل هذه الفكره، فكره ان يكون في قمه او اجتماع لدول جوار السودان الجوار المباشر. واعتقد انه هذه الفكره فعلا يعني قد تكون يمكن تاخرت الى حد ما نتيجه الاوضاع وتداخل المبادرات الاقليميه والدوليه وغيرها، ولكن اعتقد ان هي هيكون لها المسار الاصيل في بدايه يعني حلحله الازمه اللي موجوده في السودان. وطبعا البيان يكون حضرتك لاحظت في اخر فقره فيه قال ان هذه المبادره بتتكامل مع المبادرات الاقليميه والدوليه. صح، بمعنى ان احنا لا نتناقض مع اي جهود الامريكيه السعوديه او خلافه يعني. بالظبط، والمرحله ديت مش مرحله تنافس في المبادرات، ولكن هي مرحله تكامل ومرحله لازم يعني نجد حل سريع جدا جدا، لان الازمه ديت لو استمرت لفتره طويله سيادتك يعني للاسف السودان هينجر الى يعني مسار غير معروف نهايته. طيب سيادة السفير، شايف علينا ان احنا فعلا نسرع الخطى، واعتقد ان مصر توقيت الدعوه جاء في توقيت مناسب جدا. هل حضرتك شايف ان الطرفين الان قد يكونوا اكثر انفتاحا على الجلوس على التحاور، خصوصا بعد مفاوضات جدة وبعد بعض الاتفاقات وتجديد الهدنة أكثر من مرة أصبحوا قد يكونوا أكثر انفتاحا للتسوية، ولا الأمر ما زال يعني على الحدة التي كان عليها من 3 شهور أول ما بدأ النزاع؟ لا للأسف احنا كنا في ناس بتأمل في الوصول إلى نقطة التوازن والضعف، لكن أنا أقدر أقول لحضرتك أنه لا، لازالت الحدة موجودة والتغذية موجودة للأطراف، بحيث أنه هو يعني يبدو أنه هناك إرادة خفية أنه الطرفين يفضلوا موجودين على الساحة ويظل هذا التناحر بدون تقديم أي تنازلات. نتمنى أن أحد المبادرات يعني تكون في صالح الحل السياسي، ولكن الحقيقة الوضع صعب جدا، وانا لا اتصور ان الرجلين هيجلسوا في على مائده التفاوض واحده للوصول الى حل سياسي. بشكر سيادتك، شكرا جزيلا سعاده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.